بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليكم وأن يزيدنا من فضله، اللهم أمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول المولى عز وجل في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم، اليوم كنا ما شاء الله في المسجد خطبة الجمعة، خطبة ما شاء الله جميلة منسقة، يعني كلام ما شاء الله تبارك الله، جزا الله خير الشيخ. لكن في حلقة الوصل التي مفقودة بين المصلي وبين الإمام، سأشبه هذه حلقة الوصل بالقاطع، قاطع الكهرباء الذي يوصل الكهرباء، وكأنه الشيخ وما يتكلم في أمور الدين هو الكهرباء، والإنارة ستكون عند المصلي. فهذه حلقة الوصل المقطوعة ما هي؟ كيف المصلي بده يفهم شو بيحكي الإمام؟ شو كيف المصلي بده يأخذ، يعني خلصت صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة ثم يخرج ليعمل بما قال له الإمام؟ شو ما هو العامل الذي سيحفزه ليضيء هذه الإنارة؟ قلنا الشيخ وما له وما يعني أعد من آيات وكلمات طيبات يحفز بها المصلي، ثم المصلي الذي هو يريد الإمام أن يضيء هذا القلب. فما هو في حلقة وصل مقطوعة؟ حلقة الوصل هذه المقطوعة لازم تعرف أنك أنت عشان تصير تذهب إلى المسجد وتسمع خطبي أو تسمع درس، أي درس في أمور الدين، أول إشي على الإمام مهم جدا. يعني هاي والله الذي لا إله إلا هو، إذا سيدنا موسى قال هذه الآيات البينات في سورة طه وهي دعاءه لفرعون عندما قال له أو قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا أول مفتاح، وهذا سر من الأسرار الذي استودع الله بهذا الدعاء، إنك أنت الله بيفتح عليك إنك أنت توصل رسالة. ثم عشان المتلقي وهو المصلي أن يستوعب ماذا يقول الإمام، عشان يستوعب هذا الكلام ما عليه إلا أن يقرأ سورة البقرة. ما معنى كلمة سورة البقرة؟ والله لن تعرف معنى سورة البقرة لو حييت وقرأت سورة البقرة مليون مرة. ليش؟ كل يوم يتلألأ نورها، كل يوم تتجلى عليه، كل يوم الله يفيض من أنواره عليها عليك بفضلها. نعم، فيها أسرار التي ستفتح لك هذا الدماغ وتستوعب، وسوف تستوعب ماذا يقول الإمام. وعندما تستوعب وتعي وتفهم فيكون عندك الحافز. نعم، هذا هو القاطع أو الأمان الذي يوصل الكهرباء أو المفتاح الذي عندما تضيء تكبس عليه. فالذي يكبس على الضيء ليصل الإمام يكبس على الضوء. فهي سورة البقرة، هي سورة البقرة. وبالنسبة للإمام كذلك هذا الدعاء الذي قلنا عنه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورب سائل يقول: ماذا تفعل سورة البقرة إن قرأتها؟ لماذا لا أقرأ كل القرآن؟ يا أخي، احنا لا نتكلم من الكتب، نتكلم حياة عشناها. عندما أجلس وأسمع خطبة الإمام أنا أعي في قلبي كل كلمة بقولها، وأنظر إلى نفسي إن كنت مقصر في ناحية من النواحي قد فاتتني، ولكني أعي 100% ما هو العامل، كيف أنا بدي أوقف على إجري وأبدأ أعمل. مش بس أسمع، إحنا بنسمع كثير، إحنا نعرف الأوامر كلها ولكن لا نعرف كيف ننفذ، من أين نبدأ، وكأنها جبال. ولكن عندما تقرأ سورة البقرة فسوف يفتح الله لك النافذة التي من خلالها ستدخل إلى عالم التنفيذ، وهو هذا القاطع. القاطع يعني وكأنه القاطع الذي ينير الضوء عندك يا أيها المصلي. نعم، فالإمام يخطب
يلقي الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة مثلا في خطبته التي هي كلها تصب في مكارم الأخلاق وأن نعمل وأن نتقرب إلى الله، ولكن الذي سوف يحفزك أن تفهم ما يقول الإمام هي سورة البقرة. سورة البقرة تقرأها يوميا من المصحف يوميا. أنت في زمان الدجال، أنت في زمن لا معين لك على الحق، لا ناصر لك على الحق إلا الله. فعندما تأخذ سورة البقرة من هذا الباب وتطبقها، أن تقرأها في بيتك في صوت فيخشع هذا القلب، نعم يلين هذا القلب، وتكون سبحان الله الله بيفتح لك خلايا في هذا المخ، تتغير تفكيرك، يغير تفكيرك كليا، مش من أول قراءة ولا من ثاني ولا من رابعة ولا من خامس، ولكن كل يوم بزيد، كل يوم بزيد، كل يوم بزيد، كل يوم تزيد نورا وتلألؤا هذه سورة البقرة. نعم، ثم ببركتها ستفهم كل ما يقول الإمام وأينما يقول وكل كلام يقال، فسوف ومن يتق الله يجعل له فرقانا. نعم، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. فأنت تفرق عندما تسمع كلام أي حديث موجود، إن كان بالسياسي أو في أي آية، هذه بتقول عنها خزعبلات وهذه بتقول هذا حق، مش لأنك أنت شاطر، لأن الله استودع لك هنا فيه صار أشياء ربنا جعلها بفضل سورة البقرة وبسورة والتقوى تأتي من سورة البقرة والتقوى. يعني ليش؟ لأنه التقوى عندما تقرأ سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، فليس لك شيطان، لا يدخل شيطان، أنت محصن من الشياطين، الشيطان لا يستطيع أن يوسوس لك، أنت تبطل الأصحار، أنت يعني سويت له صفورة، مش بقوله صفر صفر الشيطان، خلص شغل الشيطان عندك. فأنت تتلقى الأنوار الربانية على هذا القلب مباشرة من عند الله بفضل سورة البقرة. سورة البقرة فيها شفرات كثيرة جدا جدا، وكلما كأنها أقفال كلما قرأتها مرة تفتح قفل، كل مرة تقرأ مرتين تفتح قفلين، ثلاثة أربعة، 10,000 قفل، مليون قفل، كل مرة بتقرأها الله بيفتح لك قفل، فبيفتح لك نافذة ونافذة ونافذة. مش أنت مش شاطر، ولكن هذا هو فضل الله في هذه السورة التي ستفتح عليك أن تفهم القرآن وتفهم ما مراد الله. عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية لأنها أفضل لك من أنك تعرف أي شيء في هذه الدنيا، أفضل لك من كل العلوم. عندما تعرف هذه الآية سوف يفتح الله عليك، يعني الله سوف يغير لك نواميس الكون، ستكون إنسان آخر. لا تفكر في عقلك، أنت مسير من عند الله، أنت سوف تصيب بكل ما تفعل إن شاء الله بإذن الله الواحد أحد. مش أول مرة، مش ثاني مرة تقرأ سورة، يعني قرأت 3 مرات سورة البقرة وتنظر، ولكن ابدأ أراقب، والله إني أراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. فيا أخي أقبل على الله بكلك، اقرأ سورة البقرة عشان تبدأ تفهم وتنفذ، مش رايح تقدر تستطيع أنك تنفذ ما يقول الإمام، والإمام عليه أن يقول الدعاء دائما وأبدا، دائما أن يكثر من الاستغفار عندما يطلع إلى المنبر ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي ذهنه أن الله سوف يفك العقد من لسانه وأن المصلين سوف يفهم ويعو ما يقول. ولا تستحي يا أخي إن تعلمت، فهذا سبحان الله فضل من الله. ما قرأنا في كتاب، ما قرأنا في كتاب يعني وجئنا نقول لك أنت أول مرة، لا يا أخي، إحنا عشنا قرأنا في كتاب ثم طبقنا، آمنا وصدقنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا هذا الحديث عملنا به جاهدين. أنا قرأت سورة البقرة ربما 1700 مرة، أنا استغفرت الله بدي أقول لك يعني يمكن 10-15 مليون مرة، الله أعلم يمكن أكثر، الحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله، هذا فضل الله، مش شطارة. يعني أنت يعني رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، أنت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن هذا باب يفتحه الله عليك عندما يبتليك الله، فهذا أفضل وقت وأفضل زمان إنك أنت تجتهد. الله ابتلاك قلل مالك عشان إنه يعطيك المال، بس تعرف منين جاء هذا المال أو الرزق أو الصحة أو أي شيء أنت ناقصك، ولد ناقصك، أي شيء، فعشان تعرف إن الله هو الذي يرزق ويعطي. نعم، ثم يفتح عليك باب السؤال إنك أنت تسأل من الذين من الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني تسأل عن الجنة وعن الدين وعن التقوى وعن القرب من الله، وتتعلم التوحيد وتصير بإذن الله موحدا قريبا من الله، تعرف من هو الله.
من هو جل في علاه، كيف تتعامل مع الله، كيف الله يسحب البساط من تحت أقدامك وأنت تظن أنك على خير وتحسب ويحسبون أنهم مهتدون ولكنهم في ضلال مبين. سبحان الله، حتى لو كان مصلي. نعم، فلا تتأله على الله، لا 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 تنظر إلى فوق، لا تنظر إلى فوق، انظر إلى يعني وكأنك أنت سبحان الله بدون سورة البقرة، بدون سورة البقرة تنظر تحت أقدامك. ولكن والله الذي لا إله إلا إن أنت يا مصلي وأنت يا مسلم عندما لا تقرأ سورة البقرة وكأنك تمشي ورأسك عينيك تحت أقدامك، ولكن عندما تقرأ سورة البقرة فترفع وكأنها رفعت بصرك فنظرك بدأ يحيط بكل شيء، مش شطارة، هذا فضل الله وأسرار استودعها في سورة البقرة، استودعها في كثرة الاستغفار، استودعها في أمور كثير. إنك أنت تعيش، لن تعيش سورة البقرة في مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرين، ولكن كل يوم سوف يعني تتجلى وتتجلى وتتلالأ على قلبك حتى يأخذك الله إلى أنك تصبح مسير. كيف يعني مسير؟ ما بتشعر إلا أنت باب المسجد، ما بتشعر إلا أنت عملت عمل عمل خير، ما بتشعر إلا أنت أبعد كل البعد عن كل الضلالات. نعم، هذا المجتمع اللي احنا نعيش فيه، انت فرد منه، قد يحصل شيء عندك في البيت انت لا ترضى عنه، ولكنك انت سبحان الله، فانت سبحان الله واحد من هذا. ولكن ان شاء الله نعرف كيف نتعامل مع الله جل في علاه، فهون احنا هنا نعرف انه كيف نتعامل مع الله. انا بدي انهي هذا الفيديو، الله سيعلمنا كيف نتعامل مع الله، ما يحب، كيف يحب، كيف يعاقب، متى يعاقب، وكل هذه الأمور ستكون لنا وقفة أخرى. فهذه سورة البقرة على عقلك المدبر الذي سوف تكون سبب إنك تفهم شو بقول الإمام وتبدأ تنفذ وتعي وتعرف ماذا يريد المولى عز وجل، وهكذا تبلغ آية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا بدنا ننهي إن إحنا القاطع أو الأمان الذي أو الكبسة الزر التي تضيء الكهرباء هي سورة البقرة. نقول إن الكهرباء هو الإمام وأنت الضي، ولكن فش إنارة بالنص. الإمام يتكلم كلام جميل ما شاء الله، يعني يجتهد في هذه الخطبة، ولكن أنت تسمع هذا الكلام الجميل تذهب إلى البيت لا تفعل شيء. لما تقرأ سورة البقرة وتأخذها وردك اليومي، يوميا تقرأ بصوت مسموع في البيت داخل البيت من المصحف، فيبدأ هذا القلب يعني يتلألأ ويعني تنفض عنه الغبار، وهذا فهمك يتغير، فتأخذ كل ما يقول الإمام على محمل الجد. وهذه هي سر سورة البقرة وأسرارها لا تنتهي. هنا بدي أنهي وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. نعم، على الإمام أن يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وعلى المصلي أن يداوم على سورة البقرة فإن فيها 250 ألف حسنة، خلاف إن أخذها بركة وتركها حصرة تتحصر كل حياتك، ستبقى تتحصر ولا تستطيعها البطلة، فلا يستطيع الشيطان أن يقربك ولا أن يعمل لك أي سحر، فهذا خير عظيم جدا جدا. نعم، خذها بقوة دائما، خذ الكتابة بقوة، مش مرة ومرتين وألف وألفين وعشر تلاف. نعم، خذ بقوة، يعني ليل نهار أنت شغال في القرآن، ليل نهار أنت شغال باستغفار، ليل نهار أنت شغال في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ستنتقل نقلة نوعية برضاك. نعم، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.